الخير وأهلا بحضراتكم ويوم بيوم. بعلمائها مصر تستطيع، ده اسم المؤتمر اللي هيعقد في منتصف شهر ديسمبر القادم واللي بتنظمه قناة النهار تحت رعاية وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم. هذا المؤتمر اللي بتنظمه شبكة قنوات النهار واللي هيعقد في الغردقة الحقيقة كان صاحب فكرته زميلنا العزيز أحمد فايق مقدم برنامج مصر تستطيع، ولأنه أحمد عنده علاقات مع طبعا كل هؤلاء العلماء، يعني عدد كبير جدا من العلماء المصريين اللي موجودين في الخارج واللي بنفتخر بيهم الحقيقة كمصريين، واستضافهم في برنامجه ويعني قدمهم للرأي العام المصري. والحقيقة أنه من خلال هذا البرنامج الرائع إحنا بنقدر يعني أو قدرنا أن إحنا نشوف قد إيه مصر عندها كنز وثروة كبيرة جدا ممكن يكون البعض مش واخد باله قوي يعني أو مركز عليها، ولكن هذا الكنز وهذه الثروة هي الحقيقة خير ممثل وخير سفير لنا في الخارج. بتكلم عن علمائنا الكبار اللي لما بنشوفهم في هذا البرنامج بنشوف قد إيه هم متواضعين متميزين عباقرة طبعا، ولكن متواضعين إلى جانب هذا التميز وعندهم كتير بيتمنوا أن هم يقدموه لمصر. وكانت من هنا فكرة المؤتمر زي ما قلت لحضراتكم مؤتمر وطني تماما، مفيش هدف منه بتنشده شبكة قنوات النهار غير ان هؤلاء العلماء اللي قدر زميلنا احمد فاق ان هو يقنعهم عدد كبير منهم ان هم يكونوا مشاركين في هذا المؤتمر، مفيش هدف من هذا المؤتمر غير ان هؤلاء العلماء يكونوا موجودين في الغردقة حيث سيعقد المؤتمر ويكونوا موجودين لإبداء آرائهم ازاي مصر تستطيع ان تتقدم وان تنهض بيهم بأفكارهم باقتراحاتهم، إزاي نستفيد منهم ومن خبراتهم ومن كل ما اكتسبوه خلال الفترة اللي عاشوا فيها في الخارج وأبدعوا فيها أيضا وأضافوا من خلال علمهم للدول اللي هم موجودين فيها. هيكونوا موجودين في هذا المؤتمر زي ما قلت منتصف شهر ديسمبر اللي جاي، وده زي ما قلت برضو تحت رعاية وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، علشان نسمع من كل واحد فيهم إيه اللي إحنا نقدر نعمله علشان مصر تنتقل إلى نقلة حضارية أفضل كثيرا إن شاء الله. طيب بمناسبة أو يعني السبب اللي أنا بتكلم فيه عن هذا الكلام وعن هذا المؤتمر إنه النهاردة أنا سعيدة جدا الحقيقة إنه حيشرفني في البرنامج الدكتور أو البروفيسور فيكتور رزق الله، وهو عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية. الدكتور فيكتور رزق الله هو عالم مصري، أكيد شفتوه من خلال برنامج زميلنا أحمد فاق مصر تستطيع. هو عالم مصري موجود وعايش بقاله سنوات طويلة في ألمانيا وتقلد هناك، يعني أرفع المناصب، وصل لمناصب زي نقيب المهندسين هناك، وده أمر مش معتاد لحد ما هواش من أصل ألماني قدر يوصل لهذا المنصب. وصل لمنصب عميد كلية هندسة في جامعة هانوفر، وصل حتى لمنصب نائب رئيس جامعة هانوفر. يعني لما بنقول علمائنا في الخارج بيشرفوا مصر حقيقي أفتكر ده أبسط شيء نقدر نحن نقوله. حصل على أعلى الأوسمة والجوائز هناك، قدر أنه هو يصمم يعني أشياء خاصة يعني مترو الأنفاق مثلا، وعمل ثلاث أدوار تحت الأرض في مترو الأنفاق هناك هنتكلم في ده. قدر أنه هو أيضا يكون يعني مصمم لأكبر ميناء حاويات موجودة في ألمانيا. الحقيقة إنجازاته هناك كانت كثيرة. هو موجود زي ما قلت لكم في المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، هيكون مشارك أيضا في مؤتمر بعلمائها مصر تستطيع نص الشهر اللي جاي. هو موجود كمان اليومين دول هنا في مصر علشان مشروع الملهم اللي بتقيمه وبتنظمه وينظمه المجلس الأعلى للثقافة علشان يكلم الشباب يلهمهم يقول لهم هو من خلال تجربته شايف ايه اللي قدر يحققه ويقدر ان هو يديهم مثال يجيب على اسئلتهم بحيث ان هو يكون قدوة او ملهم بالنسبة لهم. هنتكلم معاه عن رؤيته للوضع الان في مصر، رؤيته لتطوير التعليم في مصر. انا عارفة ان هو عنده رأي مهم في هذا الموضوع، دور اللي بيقوم بيه في المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية. كل دي امور هطرحها على ضيفي اللي مشرفنا النهاردة البروفيسور فيكتور رزق الله.
لكن قبل اي حاجه خلينا نشوف الاول اهم الاخبار ايه. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل للعاصمه البرتغاليه لشبونه، وخليني اقول لحضراتكم انه هذه الزياره هي زياره مهمه جدا. ليه؟ لان هي بتعد اول زياره دوليه بتستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس الجديد دسوزا في مارس الحالي او مارس اللي فات على طول 2016. ده غير كمان ان هي اول زياره رسميه لرئيس مصري الى تلك الدوله منذ اكثر من 20 عاما. طيب انتوا شايفين طبعا وصول السيد الرئيس واستقباله في مطار لشبونه، وعايز اقول لكم انه من المقرر ان رئيس الوزراء البرتغالي يقيم مأدبه غداء رسميه على شرف الرئيس السيسي اللي هيتوجه بعدها الى مقر عموديه لشبونه لمقابله عمده لشبونه، وهو المقر اللي اعلنت فيه الجمهوريه البرتغاليه عام 1910. ده عباره الحقيقه عن قصر في وسط مدينه لشبونه، وهيكون فيه استقبال رسمي للرئيس السيسي بيعقبه احتفال بحضور السفراء المعتمدين، وهيتم اهداء الرئيس السيسي مفتاح لشبونه وهو رمز الترحيب بالرؤساء وتقدير للزائر ايضا. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ علاء حيدر وكيل رئيس ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. مساء الخير يا استاذ علاء، اهلا بحضرتك. اهلا بسعادتك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، وكلمنا عن تفاصيل هذه الزياره وجدولها يا استاذ علاء. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبدا زياره النهارده، بداها يمكن النهارده في التلفزيون البرتغالي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي دلوقتي، بس ما اعتقدش ان هي ستذاع النهارده، يمكن تذاع بكره ان شاء الله، هنعرف بالظبط امتى ستذاع باذن الله. هو كان عمل حديث مع وكاله الانباء البرتغاليه، احنا زعناها النهارده في وكاله انباء الشرق الاوسط بالتفصيل، قال حاجه مهمه جدا ان سيكون استاذ علاء انا مش سامعاك كويس، ما اعرفش انت لسه معانا ولا لا. طب شوفوا يا جماعه هو لسه معانا ولا نطلبه تاني. طيب هنعاود الاتصال مرة تانية بالأستاذ علاء حيدر. طب عايز أقول لكم كمان أن السفير المصري في لشبونة السفير علي العشيري قال أن برنامج عمل الرئيس بعد بكرة. طب هنسمع الأستاذ علاء وبين نكمل. اتفضل يا أستاذ علاء. أنا أسفة، اتفضل. أيوة حضرتك سمعاني كده يا فندم؟ سمعاك. أيوة يا فندم اتفضل. فبقول يعني ان هو كان النهارده بدا نشاطه بلقاء مع التلفزيون البرتغالي، لكن لسه المقابله جاريه دلوقتي، لكن مش هنعرف امتى موعد اذاعتها، يمكن بكره باذن الله. كان اجرى النهارده حديث برضه مع وكاله الانباء البرتغاليه، تحدث فيها عن مطالبته بتشكيل تحالف دولي لمكافحه الارهاب، وهذه الدعوه لقت طبعا ترحيب كبير جدا. يمكن هيكون رئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي مع كبار العسكريين هنا في القوات المسلحه البرتغاليه في الاكاديميه العسكريه، عايزين يسمعوا منه مطالبته بتشكيل هذا الاتحاد الدولي لمكافحه الارهاب، وعايزين يعرفوا كيف تمكنت مصر من ان هي تواجه الارهاب وتقريبا تقضي عليه الحمد لله الا من بعض الاماكن في سيناء. هم كانوا يتوقعوا وفقا للتقديرات اللي موجوده هنا في اوروبا عموما أن تسقط مصر في براثن الفوضى مثلما سقطت الدول الأخرى، فسيكون ده إن شاء الله في رأس الموضوع بكرة لما يسألوا العسكريين الكبار، يسألوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لماذا لم تسقط مصر، يمكن هو برضه هينفي التهمة عن الإسلام وطلب أن تكون اتحاد دولي أن هو لمكافحة الإرهاب، لأنه بينفي أن يكون الإرهاب إسلاميا ولكنه إرهاب دولي. هذا الإرهاب بيستهدف إسقاط الدول وإسقاط اقتصادياتها، وده اللي هيكون في محور الحديث. لكن طبعا هو رئيس عبد الفتاح السيسي الزياره ليها شق طبعا برضو اقتصادي وشق سياسي، يمكن الشق الاقتصادي هو هياخد المرتبه الاولى. احنا عارفين ان البرتغال دوله بحريه من الطراز الاول، لديها 16 ميناء من اهم موانئ اوروبا، جزء كبير من هذه الموانئ بيتم تصدير المنتجات الاوروبيه الى الدول الافريقيه والى الدول امريكا الجنوبيه. البرتغال طبعا زي ما احنا عارفين يمكن ان هي دوله بحريه، كان اول واحد اكتشف راس طريق راس الرجاء الصالح كان فاسكو دا جاما اللي هو الرحاله البرتغالي الكبير، وايضا الرحاله البرتغاليين اكتشفوا امريكا الجنوبيه، عشان كده البرازيل بتتكلم برتغالي، بتعتبر من اكبر الدول في العالم دلوقتي وتعتبر قاره في امريكا الجنوبيه. ولذلك سيكون على راس الموضوعات اللي هيتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي هو التكامل بين محور قناه السويس، محور تنميه قناه السويس، وهذه الموانئ اللي هم 16 ميناء منهم 3-4 بيتم التصدير منهم للولايات المتحده وافريقيا المحيط الاطلنطي. وكانت الدكتور احمد درويش رئيس محور تنميه قناه السويس. استاذ علاء. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. الاستاذ احمد الدكتور احمد درويش رئيس محور تنميه قناه السويس كان استبق زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التحضير لهذه الزياره في مجال طبعا التعاون بين محور تنميه قناه السويس والموانئ الاوروبيه.
والموانئ البرتغال يمكن فيها شقين مهمين جدا، جزء منه افريقي لان احنا عارفين ان البرتغال لديها 6 دول افريقيه بتتحدث اللغه البرتغاليه ولديها علاقات اقتصاديه قويه مع هذه الدول، وبرضه لديها علاقات اقتصاديه مع الدول امريكا الجنوبيه خاصه البرازيل والدول الاخرى في اطار الميركوسور اللي هي التجمع امريكا الجنوبيه بما فيها البرتغال والارجنتين وكل والبرازيل وكل دول امريكا الجنوبيه. فهنا سيكون هناك الاتفاق على حاجتين، ان يكون هناك تعاون ثلاثي بين مصر والبرتغال والدول الافريقيه. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيحضر القمه العربيه الافريقيه التي ستقام بعد 3 ايام في غينيا الاستوائية، والرئيس هيسافر مباشرة من البرتغال إلى غينيا الاستوائية. هي إحدى الدول التي يعني تحتفظ بعضوية الدول الناطقة باللغة البرتغالية في هذا التجمع، ويمكن هي برضو غينيا الاستوائية أهميتها بالنسبة لمصر أن هناك يمكن تم إسناد مشروعات للمقاولون العرب بتقترب من 1 مليار دولار. تكلمي عن شركة بتقوم بمشروعات هائلة في غينيا الاستوائية، ولذلك سيكون هناك ايضا تنسيق بين مصر والبرتغال في الدول الافريقيه، الى جانب التنسيق بين مصر والبرتغال في امريكا الجنوبيه من خلال الشراكه اللي مصر عاملاها مع الدول الافريقيه من خلال التجمعات الافريقيه الاقتصاديه 3، ومن خلال الشراكه اللي عاملاها البرتغال مع الميركوسور. هيكون هناك تعاون بين دول، فيكون بين امريكا الجنوبيه وافريقيا ومصر والبرتغال. فاعتقد من هنا ده الجانب الاقتصادي في غايه الاهميه. كويس، الاتفاقيات اللي احنا هنوقعها مع الجانب البرتغالي ايه يا استاذ علاء؟ والله هي ما فيش اتفاقيات تتوقع، لكن هناك تصميم من رجال الاعمال البرتغاليين للعمل في مجالات معينه مخصوصه، وهي الجلود، لان البرتغال بتستورد مننا معظم ما تستورده من مصر من الجلود، حتى الميزان التجاري المال لمصر استصلاحة مصر او الميزان اللي هو بالنسبه للصادرات المصريه اصبحت النهارده برغم ان الميزان التجاري من مصر والبرتغال مش كبير، لكن مصر بتصدر النهارده ب 100 مليون دولار للبرتغال وبتستورد ب 40 مليون دولار، يعني اصبح النهارده مصر بتصدر للبرتغال اكثر ما البرتغال بتصدر لمصر، ودي خطوه مهمه جدا في بالنسبه لمصر. واغلبهم اما منتجات اما جلود اما اقطان، يعني او خيوط الاقطان، ان هم هنا بيعتبروا ان القطن المصري هو اعظم قطن في العالم، يمكن الاوروبيين عارفين ده المصريين مش عارفينه. فاعتقد ان احنا بنعيد من جديد من خلال هذه الزياره اهميه عوده القطن المصري والمنسوجات من جديد، دي في غايه الاهميه لجانب الجلود. ويمكن هم هيتعاملوا معنا في موضوع الروبيكي، هم مهتمين بالروبيكي، ان يكون هناك تصنيع للجلود المصريه في المنطقه الروبيكي اللي احنا بنعملها في مصر لكي يتم التصدير الى البرتغال، وهم مهتمين. اعتقد ان هو الاتفاقيه هيكون الاتفاق بين رجال الاعمال والحكومه البرتغاليه خلال وجود الرئيس، ويتم التنفيذ على الارض الواقع احسن من ان نوقع اتفاقيات او مذكرات تفاهم يبقى من الصعب يعني تحقيقها. لكن من الاهم ان هم يعني عايزين ينزلوا مصر ويقوموا بيعملوا بهذه الاتفاقيات بعد ان يتم التوصل او الانتهاء من جميع الاجراءات ومن قانون الاستثمار الجديد هو اللي طالبينه طبعا، ده من على راس الاول. تمام، اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ علاء حيدر رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا لحضرتك يا فندم. وعايز انتقل لموضوع غاية في الأهمية، كان تم القبض على الخلية اللي هتكلم عنها منذ فترة، منذ أكثر من عام، لكن في جديد النهاردة أنه المستشار نبيل صادق النائب العام وافق على إحالة أكبر قضية شملت 292 متهم إلى القضاء العسكري. ليه؟ لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، وتم ضبط 158 متهم وتم إخلاء سبيل 7 منهم. عايز اقول لكم كمان ان التحقيقات في القضيه دي تم اجراءها على مدى اكثر من عام زي ما كنت بقول لحضراتكم، ادلى خلالها 66 متهم في القضيه باعترافات تفصيليه تخص وقائع القضيه والهيكل التنظيمي لما يسمى بولايه سيناء وعدد اعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد واسماء بعض القيادات الهيكليه، فيما لم يكشف المتهمون عن اسم والي التنظيم. يعني تبين من التحيات ان هم مش على علم باسمه او بهويته، وان هم كانوا بيتلقوا التعليمات الخاصه بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم دون ان يعلم اي منهم من هو الوالي الحقيقي والوالي الفعلي للتنظيم. التحقيقات النيابة كشفت عن تفاصيل، واسمعوا الجزء ده لانه مهم جدا، تفاصيل محاولتين لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحدى هذه المحاولات كانت في السعوديه اثناء ادائه لمناسك العمره، اما الوقعه الثانيه وقعت اغتياله في مصر فكانت عن طريق خليه ضباط الشرطه المفصولين، من بينهم بعض الضباط اللي كان عندهم مشكله اللي هم الملتحين. التحقيقات النيابه اكدت انه
تلك المحاولة اللي قام بيها 6 ضباط وطبيب أسنان قاد الخلية دي، الضابط السابق محمد السيد الباكوتشي اللي توفي بعد كده وخلفه، يعني جه بعديه بعد كده الطبيب علي إبراهيم حسن محمد اللي تولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي. عايزة أقول لكم أنه أحد المتهمين أيضا في هذه الخلية اعترف بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتلهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء الإرهابي. التحقيقات كشفت أن التخطيط لاغتيال الرئيس السيسي تم بين خليتين، واحدة منهم في السعودية لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة. طيب، دي الخاصة بهذه المجموعة وهذا التنظيم الإرهابي، وبالتأكيد الفترة اللي جاية هيكون في متابعة إذا كان هناك أي جديد في هذه القضية اللي بقالها أكتر من سنة بيتم التحقيق فيها، نظرا لأهميتها، نظرا لعدد المتهمين فيها، ونظرا لخطورتها أيضا. عايز أروح لموضوع تاني وهو قيام قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحملة تبرع لصندوق تحيا مصر. النهاردة قرينة الرئيس السيسي توجهت هي ومجموعة من الوزيرات وقرينات الوزراء زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، وكبار قادة القوات المسلحة توجهوا إلى البنك الأهلي المصري لتقديم التبرعات، وده كمساهمة من السيدات الفضليات في المشروعات اللي بيقوم الصندوق بتمويلها في إطار دعم عملية التنمية الشاملة في مصر. زي ما حضراتكم شايفين اهو على الشاشة قرينة الرئيس السيسي وهي تتبرع لحساب أو صندوق تحيا مصر زي ما حضراتكم شايفين، ومعاها زي ما احنا شايفين أيضا مجموعة من السيدات الوزيرات وقرينات كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة. طبعا مبادرة محترمة نحييها من السيدة حرم الرئيس ومن السيدات زوجات المسؤولين والوزيرات أيضا اللي شاركوا في هذه المبادرة. طيب، النهاردة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أعلن أو نفى، خلينا نقول نفى ما تردد عن حذف من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه من بطاقات التموين، وأكد أنه هذه الأخبار غير صحيحة بعد تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. الوزارة أكدت أن هذه المحددات أو هذه الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التمويني، ولكن أنه في اللي جاي، يعني إذا كان هيتعمل تموين جديد لأسرة أو لشخص ده اللي هتنطبق عليه هذه الشروط، إن ما يكونش إذا كان بياخد مرتب أكتر من 1500 ولا إذا كان بياخد معاش أكتر من 1200 جنيه. عايز أقول لكم أنه الدكتورة نفين القباج مساعد أول وزير وزيرة التضامن الاجتماعي قالت أو كشفت أن توفر 4 عناصر في صاحب البطاقة ستؤدي إلى استبعاده من هذا النظام ضمن عملية تنقية القوائم. وهذه الشروط اللي هيتم على أساس استبعادها هي امتلاك سيارة وعقار ومعدل استهلاك الكهرباء عند حد معين، إضافة إلى مستوى الدخل الشهري، وأيضا إذا زادت مصروفات التعليم للطالب الواحد عن 20,000 جنيه سنويا. معايا الأستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم على حضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بيك. أول حاجة، مين اللي مسؤول عن تنقية بطاقات التموين يا فندم؟ أولا يا فندم، معالي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر بيان صحفي اليوم ينفي جملة وتفصيلا وقولا واحدا ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية من حذف المواطن الذي يبلغ معاشه 1200 أو دخله 1500 جنيه. هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة. اللي بيتم في الوقت الحالي هي عمليات تنقية البطاقات وفقا لمعايير محددة، وبيتم حذف الفئات الآتية اللي هي المتوفي أو المسافر للخارج لأكثر من 6 أشهر أو المقرر على أكثر من بطاقة تموينية. توجد لجنة بتعكف على دراسة المؤشرات أو المحددات الأخرى لاستخراج من لا يستحق، مشكلة من وزارة التموين، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. الهدف من عمليات التنقية هي إضافة المستحقين الجدد وإضافة المواليد، توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، توسيع شبكة الضمان أو الحماية الاجتماعية سواء بزيادة عدد المستفيدين
او زياده القيم الماليه زي ما هيحصل في شهر ديسمبر، هنرفع الدعم من 18 جنيه الى 21 جنيه، ما اثير على بعض المواقع خبر مغلوط تماما وعارض من الصحه، ونطمن الناس من خلال منبر حضرتك الكريم لا صحه لما تردد بالامس. طيب عايز اعرف مين او يعني ايه هي الشروط اللي لازم تتوافر في من سيدخل منظومه التموين الجديده يا فندم؟ اولا يا فندم هذه المعايير بتخضع الان لدراسه متانيه جدا ودراسه دقيقه وعلميه من الوزارات اللي قلت لحضرتك عليها ومن اساتذه وخبراء في الاقتصاد، بمجرد الانتهاء منها سيتم عرضها على مجلس الوزراء للتوافق عليها ومناقشتها والتصديق عليها واعلانها للراي العام بكل شفافيه. الموضوع بيلقى اهتمام من كافه المستويات والقيادات داخل الدوله، واصبحت ضروره ملحه تنقيه البطاقات، ولكن بتتم وفقا للمعايير اللي قلتها لحضرتك او الخطوات والضوابط اللي ذكرناها سابقا. اصل حضرتك كنت قلت امبارح يا استاذ احمد انه اللي مرتبه اكتر من 1500 او اللي معاشه 1200 دول مش هيقدروا يدخلوا في المنظومه الجديده او يعني يكونوا مشتركين جدد. اللي اتقال هو كان ناقصه كلمه واحده بس، اللي مرتبه 1500 او معاشه 1200 لا يستحق استخراج بطاقه تموينيه جديده، وده موجود منذ سنوات، يعني الضوابط اللي انا بقول لحضرتك عليها دي موجوده منذ عده سنوات، جينا ولقيناها وبيعاد النظر فيها، وايضا تبقى للمتغيرات الاقتصاديه اللي بتحصل لانها اتحطت في سياق زمني او اقتصادي وسياسي معين. بعد الانتهاء من عمليات تنقيه البطاقات سيتم اعاده النظر في هذه المعايير. تمام، يعني ده معناه ايه؟ ان حضرتك بتقول لي الناس اللي موجوده وده مرتبها وده معاشها مش هتخرج، لكن الجديد مش هيدخل لو ده مرتبه وده معاشه. وفقا للضوابط الموجوده منذ سنوات وبيتم اعاده النظر فيها بعد الانتهاء من عمليه تنقيه البطاقات. طيب لان الحقيقه البعض بيقول انه ال 1500 دي لاسره مكونه من اربعه افراد على الاقل، يعني ده يعتبر تحت خط الفقر طبقا لتصنيف الامم المتحده، يعني لو حولناها بالدولار وفي ظل كمان غلاء الاسعار وفي ظل التضخم، ال 1500 هو فقير يا فندم. انا مع حضرتك وده كلام منطقي وعلمي جدا، وبناء عليه بيعاد النظر. احنا عندنا 70 مليون مواطن مصري بيستفيد الان من مظله التمويل. بعد الانتهاء من عملية التدقيق يتم إعادة النظر في الأمر برمته، بحيث أن احنا فعلا اللي يدخل يكون مستحق لهذا الدعم التمويل، واحنا مش بنخرج حد عشان نوفر للدولة أو ان احنا نحرمه من هذا الحق، لكن احنا بنضع معايير وضوابط حاكمة هدفها ان احنا نوجه الدعم للفئات اللي بتحتاجه بالفعل. طب السؤال الثاني كمان اللي أنا عايزة أعرفه، هل هيتم زيادة مستحقات المواطنين من الدعم؟ احنا عارفين هي كانت 18 جنيه هتبقى 21. هل ال 21 دي تعمل حاجة للمواطن في ظل برضو التضخم؟ نرجع ونقول تاني وزادت الأسعار؟ لا تقاس بهذا الأمر، دي الزيادة الثانية اللي تمت في منظومة التموين، رفعنا من 15 ل 18 جنيه، والزيادة الثانية هتتم في شهر ديسمبر من 18 ل 21 جنيه، الزيادتين دول كلفوا الموازنة العامة للدولة 5 مليار جنيه. خلي بال حضرتك دي نقطة في طريق طويل احنا ماشيينه في منظومة التموين، كل مدى بنحسن وبنجود وبنطور من الخدمة لكل المستحقين. وبناء عليه طبقا لعمليات التنقية اللي بتتم سيتم توسيع شبكة المستفيدين من هذه المنظومة، وإعادة النظر وارد أن يتم إعادة النظر في القيم المالية بما يتفق مع المتغيرات الاقتصادية اللي بتتم. تمام. طيب أنا بشكرك عموما جدا أستاذ أحمد كمال معاون وزير التموين، شكرا لحضرتك. طيب النهارده اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخليه عقد اجتماع بمساعديه، وشدد خلال الاجتماع على اهميه تكثيف التواجد الامني خصوصا بالمدن الجديده والمناطق الصحراويه المتاخمه لها، والتوسع في الحملات الامنيه المكبره لمواجهه العنف الجنائي وضبط التشكيلات العصابيه والعناصر الجنائيه الخطره التي تجنح لارتكاب جرائم السرقات واعمال البلطجه وحائزي الاسلحه الناريه والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام واستهداف البؤر الإجرامية اللي تأوي تلك العناصر وضبطهم واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية للقضاء على كل صور البلطجة والخروج على القانون. وزير الداخلية طالب بضرورة إحكام الرقابة وتكثيف الدوريات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق. عبد الغفار وجه بتسيير دوريات أمنية بالطرق والمحاور الرئيسية والدائرية وبين المحافظات والمدن، مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائي.
بعد الفاصل البروفيسور فيكتور رزق الله عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية هو ضيف يوم بيوم. استنونا. أنا في 82 عارض، جمعيات أهلية، منشآت فردية، منتجين في المنازل، سيدات كثيرات بينتجوا. ال 82 دول بيتلقوا دعم تسويقي من خلال المعرض من الجمعية، بيتلقوا دعم في التصميمات، بيتلقوا دعم في إتاحة ربط ليهم بالأسواق الخارجية. فمهم جدا أن احنا من خلال المجلس التصديري والجمعية وجهود الوزارات كلها تتعاون عشان تدعم المنتجين دول. المعرض ده له يمكن هدفين، هدف اجتماعي وهدف اقتصادي. أولا كل الصناعات هنا صناعات رائعة، صناعات مصرية بتشتغل فيها عائلات كتيرة، سواء مصانع أو عائلات وسيدات بتشتغل في البيوت. أنت بتشوف هنا بعض المنتجات اللي يمكن رائعة جاية من أسوان ومن الأقصر ومن هنا ومن سوهاج ومن المنوفية ومن القاهرة وخلافه. اللي احنا يعني زي ما الميكانة تطورت، احنا من واجبنا ان احنا نحافظ على هذا التراث، لان ده حاجة عندنا ميزة تنفسية فيها ومش موجود برا. فجزء من الهدف ده نمرة واحد الحفاظ على عدم اندثار هذه الصناعة، زائد ان احنا بنحاول نكبرها ونقويها. احنا هنا النهاردة بالمنتجات دي لان احنا الحمد لله وصلنا لمرحلة متقدمة جدا في مصانع اللي مصر خير عاملاها للغارمين، وبقينا بننتج الحرير وبننتج الحرير مع الصوف والسجاد اللي هو الحديث والسجاد القديم. ويمكن انتوا شايفين دلوقتي يعني المنتج وصل في تقدم قد ايه. عندي جاليري وعندي انشطه، يعني بحتاج للمنتجات اليدويه دي في مجال شغلي وكده، وجيت اشوف المعرض علشان قلت يمكن اشوف حاجه جديده وكده، وفعلا لقيت في حاجات جديده كتير كويسه. يعني انبسطت جدا جدا ان مصر فيها حاجات، هي فيها حاجات حلوه كتير قوي، بس المشكله ان احنا مش عارفين كنا نوصل لها ازاي. المشاركه في المعرض كانت سهله جدا لان هم يعني اوريدي عشان اكسبو لينك يعني عارفيننا عن طريق معارض تانية، فاخدوا ارقامنا وهم اللي اتصلوا بينا قالوا لنا هيبقى في معرض، وكان في زي اجتماع تحضيري للمعرض عشان نعرف كل تفاصيله. وبعد ما حضرناه عرفنا التفاصيل وقدمنا عايز، يعني المشاركه كانت سهله يعني.